ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي زياد السنجري. أهلا بكم سيد زياد. أهلا وسهلا. كيف تفسر عودة الميليشيات لعمليات السرقة والتهريب في مدينة الموصل؟ نعم، منذ أيام قليلة استأنفت ميليشيات الحشد وخاصة أمن الحشد بقيادة عصائد أهل الحق ولواء 30 بقيادة المطلوب أمريكيا الخزانة الأمريكية وعد الفيتو. نعم. حيث قامت هذه الميليشيات، واليوم وصلني فيديو يوثق عملية السرقات التي يقومون بها، ويقومون بتهريب مادة الحديد والسكراب من مدينة الموصل عبر أربيل إلى إيران، حيث تستورد إيران كل ما يمكن أن يستخرج من مدينة الموصل التي بأمس الحاجة إلى هذه المواد الأولية للبناء، كون المدينة تعرضت إلى تهديم وتدمير كبير، ولكن تلك الميليشيات تقوم بأعمال سرقة ونهب منظم وبتواطؤ كبير مع الأجهزة الموجودة الأمنية هناك والحكومة المحلية والحكومة المركزية التي تزودهم بكتب تأييد لما يقومون به من عمليات سرقة، وهذا ما ثبت بالدليل القاطع. نعم سيد زياد، هل تم توثيق عمليات السرقة هذه من قبل الأهالي أو تقديم شكاوى للجهات الأمنية بشأنها؟ نعم، بالنسبة للتوثيق اليوم نشرت على موقع الخاص فيديو يوثق أرتال كبيرة من الشاحنات وهي تقوم بعمليات السرقة، تم تصويره صباح هذا اليوم فقط ونشره وأرسله أحد الأهالي من قبل أبناء محافظة نينوى. نعم. شاحن نينوى تم تصويره وضمن نفوذ لواء 30 بقيادة وعد الكدو، كما أن هناك شكاوي كثيرة من قبل الأهالي، ولكن ما تصطدم هذه الأهالي بقوة وجبروت الميليشيات التي تفرض سيطرتها وهيمنتها على كل مقدرات المحافظة ومدينة الموصل بشكل خاص، حيث أنهم يتغلغلون في معظم مرافق الدولة ويتسيدون معظم الدوائر الأمنية والخدمية ويفرضون مرشحيهم حتى على مستوى جامعة الموصل وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وكذلك البلدية ودائرة صحة نينوى وغيرهم من الدوائر الأخرى. ما مدى ارتباط عمليات السرقة هذه بمحاولات التغيير الديمغرافي في منطقة سهل نينوى؟ نعم، قبل قليل وصلتنا وثائق مؤكدة وصور من محيط محافظة نينوى وتحديدا في قضاء الحمدانية ذو الأغلبية المسيحية أن قوات الحشد والميليشيات التابعة تحديدا لإيران تقوم بعمليات تغيير ديموغرافي وتوزيع أراضي سكنية لمنتسبي الحشد حصرا والذين ولاؤهم يكون لإيران، علما أن تلك الميليشيات افتتحت رسميا مدرسة الخميني في سهل نينوى والمدرسة الإسلامية الإمام الصادق وتهب الشهادات لكل من يوالي تلك الميليشيات، وتقوم بتوزيع الأراضي بأسعار رمزية حصرا للموالين لإيران فقط في محيط محافظة نينوى، ولإجراء عمليات تغيير ديموغرافي. وإن شاء الله سأقوم بنشر هذه الوثائق تباعا منذ يوم غد إن شاء الله. نعم. عن صور وتلك الأراضي التي يتم توزيعها لأبناء الحشد فقط. شكرا جزيلا لكم الإعلامي والصحفي زياد سنجري، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.